بس بقول لك يا عصفور، هو انت هتتفرج معانا على الفيلم بالبنطلون ده برضه ولا ايه؟ هو احنا خارجين معاهم يا بخه؟ لا عندك حق. ايه ده؟ الفيلم اشتغل. يمكن لو حق اخر واحده نفس خط. انت ربنا يتقبل. الزنجايه دي هتوب ولا ايه؟ لا دي مش هتوب خالص. بتحتضر ولا ايه؟ يا حصلت لك يا عصفور؟ يا عم مالك انت واصحابك على السطح بتنكس السطح يا عصفور؟ انت فاهم غلط يا عم ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. طب اعمل حساب بنت اللي جنبك. انا بس كنت حسبي الله ونعم الوكيل. دي تربيتي فيك، دي تربيتي فيك يا عصفور. حسبي الله. عم هيصة، عم هيصة، مش روحك اتحرك شويه. شوفوا بقى يا ولاد، هو الافلام اللي من النوعيه دي ما دام بنيه التعليم ما فيهاش اي مشكله. بجد يا عم هيصة؟ طب ما تشرح لنا ازاي؟ اوه ده انت مفتريه. يعني بص يا ولاد، انا انتوا قبل انا ما اجي كنتوا بتتفرجوا وبترتكبوا وزر كبير جدا. لما انا دخلت عليكم غيرت لكم نيتكم. على فكره يا ولاد انا مانيش متزمت، يعني انا من اكبر المنادين بتعليم الجنس في المدارس. ازاي يعني يا عم هيصة؟ هذا زمان بقى اتمسكت كذا مره في حمام البنات. الو. ايوه يا عمي. ايه ماشي خلاص، ابقى عندك بكره الصبح. سلام. تعس فور عمك عايز ايه؟ لا مفيش، ده البت اختي انتحرت. رجع الحته دي ثاني كده كوبايه. او هاته من الاول. ما تقلقيش خالص يا حبيبتي، ما تقلقيش يا روحي. شعره اللي طلع في دانه ده نحلقه له، واللي اتكسر فيه يتصلح. لازم يتصلح يا فاطمه. اسمعي، زي ما ابني كبيره مبوظ ابني موجي لازم يصلحه لي. طبعا طبعا. يصلح مين؟ هو فيديو، ما هو قاعد قدامكم زي الفل اهو. وبعدين انا عملت ايه يعني؟ انا فاطمه انا اديت له تركيبه، دي معموله من ايه؟ زهره العناب مع الانسولين مع الكاجو اللي هو بتاع الرفاعي ده، ما بيعملش حاجه. كاجو عادي، والانسولين دلوقتي كل الناس بتضربه. امال الواد نبت ليه؟ نبت ليه؟ معرفش، بس في النهايه محدش يزعل ان ابنه بقى راجل. يا نصيبتي السودا، تبقى صباح الشغاله لما قالت لي ان هي حامل من موجي. ما كانتش بتكذب. انت غيرت في ايه كمان؟ ولا هي صباح قالت كده؟ ايوه قالت كده. ولا يا مودي اللي في بطن صباح ده يبقى ابنك؟ ايوه ابني. يا نصيبتي يا نصيبتي، صباح دي لازم تمشي دلوقتي حالا. لا مش هتمشي، انا بحبها. اخرس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا بيرم. يا ربي على غباء البني ادمين. يا طنط سميه ما تبقيش ضيقه الافق، خلينا نبص لنص الكوبايه المليان. تفقلي. بصي على ابنك دلوقتي، ابنك بقى معجزه. معجزه؟ جسم طفل على صوت سامي العدل. حسبي الله ونعم الوكيل فيك انت وامك. منك لله. ليه؟ احنا ممكن دقنه نحلقه له على فكره، وبعدين ابن صباح الشغاله ممكن نعترف بيه، اكتبيه باسمك عادي. حسبي الله ونعم الوكيل قدامي. الموضوع بسيط، انت مكبراه. امشي امشي. منك لله يا بعيد، منك لله يا بيرم، منك لله يا بعيد. قلبي وربي غضبانين عليك اليوم اللي ياما خسرتنا اهلنا واصحابنا. انا خلاص من النهارده ما عادش عندي ابن اسمه بيرم. خلاص انا احتسبتك عند ربنا شهيد. انت حطيتي في الزيطه. ولا قوم استحمى، ريحه المعفنه طالعه منك دي نتيجه قعدتك مع الكلبه اللي جوه ليل النهار. ما تقوليش على شفيها صبعك ده حصولك. البنت اللي كانت خطيبتك قالها رافعين عليك قضيه، روح اجي روح المحامي قبل ما يسجنوك ويبقى عليك احكام وتفضحنا اكتر واكتر. عالي قوي فيلم ده. طيب يا شحاتي، في شويه اسقاطات سياسيه. هو اصلا فيلم سياسي يا تيسير؟ لا بس في شويه تريكات كده محدش يفهمها غير لو واحد دماغه معجونه سينما زيي. انت عارف كان نفسي اخش معهد سينما، ابوكي هو اللي صمم يدخلني شرطه. الله يحرقه. ايه؟ لا مفيش. بص الحته جايه لي. الشيخ كبير قوي يابا، الصورة ما تغطيش كلها. ياه غطي اللي تقدر عليه. عالي قوي. اديكي 100 جنيه لو قلت لي يقصد ايه لما حط صورة جمال عبد الناصر على الشرخ اللي في الحيطة. يقصد ان مصر كان فيها شرخ، ولما جه عبد الناصر دار الشرخ. أول مرة حاجة تطلع منك.
ميزتك ان قلبك حلو ما يعرفش يكره، وعيبك انك طايل زياده عن اللزوم. الو؟ ايوه يا فندم، انا النقيب تيسير فهمي. ايوه يا فندم، انا والد الطالب نظام تيسير فهمي. لا يا فندم، حضرتك اكيد غلطانه لان انا مش معوده على كده. بيتخانق في الحوش يا فندم؟ ماشي يا فندم، انا جاي حالا. ماله؟ نظام ماله؟ في ايه؟ شش. بس بس ايه؟ يا مدحت، مدحت انا عايز قوه تطلع على مدرسه نظام دلوقتي حالا. ما تدخلنيش في تفاصيل يا مدحت، ابني بيتخانق قدام المدرسه يا بني ادم. بقول لك يا بخ، اقول لك حاجه بس ما تقولش لعصفور. ما هو سام، اخت عصفور اتقتلت. شست. عصفور، عصفور يا بخ. امسك ده. ايه ده يا بخ؟ ده الكفر. كفر ايه يا بخ؟ البت لسه ما ماتتش، لسه عايشه يا بخ. جرى عصفور، ما احنا لازم نكون واخدين احتياطنا، مش عايزين اي مفاجآت. الله، تكتم بقى يا بخ بقى، عايز اشوف العنوان فين. ما تقول له عم ياسر. انت كمان يا عصفور، هتوصلنا ازاي من هنا في الحته اللي بقينا فيها دي؟ ما انت عارف عم ياسر اصلا عمري ما رحت هناك، وبعدين ده عمي اصلا مانعني من دخول البيت. يعني انتوا جايبيني من القاهره لهنا عشان تدوخونا؟ مين؟ ما تهدى يا عم، انت في ايه؟ ما اللي يسال ما يتوه. كمان نسال يا عم؟ خلاص انت هتعصب علي، انا معايا العنوان بس حبيت اسهل عليكم. اه 26 شارع المرزي علي، امام كشري العبيط، اول مصيه بعد كبابجي ملك الجيفه. مالكش دعوه انت بالكلام ده، انت خليك في طريقك. بس نزلنا ميدان المزبله وهناك هنسال. اه يبقى نسال. ايوه. الله، فاتن انت، فاتن يا مرحب بالرقاص. ما بلاش الكلام ده يا عمي، ما هو بلاش هيخلف ايه غير رقاص. يا عمي اذكروا محاسن موتاكم. والله لو كان في حياته محاسن تبقى محاسن الحلم. مش وقته الكلام ده يا عمي، ما انت شايف البنت قصادك بتموت. ما تموت، جابت لنا ايه غير وجع القلب وخلتنا نشوف خلقتك. مقبوله منك يا عمي. ممكن بقى خمسه بالحب عشان عايز اختي في كلمتين؟ ما تقولهم قدامي، ده انت حتى في بيتي. معلش، هما كلمتين ومش هوريك وش تاني. اللهم طولك يا روح. ايه لسه قوي يا بنت؟ ايه اللي قومك من السرير وانت تعبانه كده؟ ومين قالك ان انا تعبانه؟ يعني انت بتشتغلين يا بنت ولا ايه؟ اه يا بنت. استنى يا عصفور، استنيت. انا عملت كل دوت عشان هي دي الحجه الوحيده اللي هتعرف تدخل بيها البيت. كل التمثيليه دي عشان انت وحشتني يا عصفور. وانت كمان وحشتيني يا بنت. بس ده انت سيبت ركب يا بنت. ما تاخدني من هنا يا عصفور. منين يجيها بس يا اختي؟ ما انت حاطه ايدك على البال فيها فاتن. نعيش على قدنا، انا مش قادره اعيش هنا ثانيه واحده. قريب قوي، قريب قوي يا بنت، هتروق وتحلى. ها قولي لي، عامله ايه مع عمك؟ زفت وقطران، غير الموضوع ده. طب عامله ايه في الجامعه؟ زفت وقطران، وغير الموضوع ده. طب اخبار العرسان ايه؟ زفت وقطران، وغير الموضوع ده. طب ما كده المواضيع كلها خلصت يا فاتن، استأذن انا بقى. استنى بس يا اخويا، انا مخنوقه، انا حاسه ان انا عمري ما هتجوز، مش لاقيه فتى احلامي. طفي من بقك يا بت، ده انت سي القمر. كفايه سببت الصلاه اللي طالعه لك في مراخيرك دي. اذا كان البنت نتاشا المعفنه بيجي لها عرسان قد كده، انت مش حي...